السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كيجي؟ عاملين ايه؟ معاكم مش شيماء. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. النهاردة يا كيجي هناخد حرف الواو. واو، قولوا معايا كده كيجي ورايا، واو واو. يلا بينا نشوف حرف الواو بيتكتب ازاي على السطر. شايفين يا كيجي حرف الواو مكتوب ازاي؟ بكتبه زي ما هو مكتوب كده بالظبط. شاطرين يا كيجي. في اغنية لحرف الواو، يلا بينا نسمعها مع بعض كده. واو وردة في البستان تعطي عطرا للانسان. يلا غنوا معايا يا كيجي. واو وردة في البستان تعطي عطرا للانسان. يبقى احنا دلوقتي عرفنا حرف الواو وعرفنا نطقه وعرفنا بيتكتب ازاي على السطر. يلا نكمل. ايه ده يا ميس، ده في كمان كسر حرف الواو. اه يا ولاد يلا بينا نسمعها مع بعض. وليد، ولد صغير، بيقول لنا في القصه ان في ولد اسمه وليد. وليد ده ولد صغير زيكم كده يا كيجي، وعنده اخت اسمها ورده. اسمها ايه؟ ورده. يبقى وليد ولد صغير، اخت وليد اسمها ورده. اهدى وليد اخته ورده حمراء. يبقى وليد ادى لاخته ورده لونها احمر، يبقى اسمها وردة ووليد ادالها وردة. ابتسمت وردة البنت ورسمت وجها ضاحكا لوليد. ابتسمت وديت له وبعتت له ايه؟ وش بيضحك. يلا نقراها تاني مع بعض بحرف الواو، ناخد بالنا من حرف الواو. و و وليد، و و وليد. شايفين حرف الواو يا كيجي؟ وليد، و و ولد، و و ولد صغير. اخت وليد اسمها و و وردة، و و وردة. أهدى وليد أخته وردة حمراء. ابتسمت وردة ورسمت وجها ضاحكا لوليد. يبقى القصة بتاعتنا عندنا واحد اسمه وليد بيبدأ بحرف الواو، واللي أخته اسمها وردة برضو بتبدأ بحرف الواو. وليد إدى لأخته وردة حمراء. في الآخر وردة ابتسمت لأخيها وبعت وديت له وش بيضحك. حلوة يا كيجي؟ دلوقتي هناخد حرف شكل حرف الواو في اول الكلمه وفي وسط الكلمه وفي اخر الكلمه. في اول الكلمه زي كلمه ورق، و ورق، و و ورق. شايفين بنطق حرف الواو ازاي كيجي؟ كده جاي في اول الكلمه. طيب نشوف وسط الكلمه. عصفور، عصفور. شايفين يبقى مد بقي ازاي؟ قد كده ده جاي في وسط الكلمه. طيب في اخر الكلمه زي كلمه جرو، جرو. عارفين يعني ايه جرو يا كيجي؟ اه اللي هو الكلب الصغير اسمه جرو، جرو. و و حرف الواو جه في الاخر. يبقى في اول الكلمه زي كلمه ورق، في الوسط زي كلمه عصفور، في الاخر زي كلمه جرو. ورق، عصفور، جرو. شاطرين يا كيجي؟ فاكرين يا كيجي الحركات القصيره اللي هي الفتحه والكسره والضمه؟ يلا ناخد الواو بحركاته القصيره. واو فتحة، واو ضمة، واو كسرة. واو فتحة و، واو ضمة و، واو كسرة وي، و و وي، و و وي. قولوا معايا كيجي. واو فتحة و، واو ضمة و، واو كسرة وي، و و وي. برافو عليكم. دلوقتي هناخد اصحاب حرف الواو. ولد، وسادة، وجوه. مين شاطر يقول لي حرف الواو اللي في كلمة ولد عليه فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ يلا ننطقه مع بعض كده. ولد، و ولد، و ولد. يبقى عليها ايه كيجي؟ شاطرين، فتحة. انا سامع الحلوين بيقولوا. تاني صورة معانا وسادة. طب مين شاطر هيقول لي عليها فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ يلا ننطقها ونشوف. وي، وسادة، وي وي. يبقى ايه؟ تحت منها كسرة. برافو عليكم، انا بكسر بقي. شاطرين. اخر صورة معانا وجوه، و وجوه، و و. يبقى حرف ايه كيجي؟ الواو عليه ضمة. برافو عليكم، شاطرين شاطرين. يلا نقولها من الاول. واو فتحة ولد، واو كسرة وسادة، واو ضمة وجوه. ولد، وسادة، وجوه.
و ولد، و وسادة، و وجوه. برافو عليكم. هناخد كلمات تانية بتبدأ بحرف الواو، يلا بينا نبدأ. وردة، وشاح. عارفين يعني ايه الوشاح يا كيجي؟ اللي هي الكوفية اللي احنا بنلبسها لما تكون الجو ساقع، عارفينها؟ شاطرين. ورود. طب تعال نبدأ من الأول كده. وردة، و و يبقى عليها فتحة ولا كسرة ولا ضمة يا كيجي؟ فتحة. شاطرين شاطرين، برافو عليك. واو فتحة، وردة. طيب وشاح، وي وي، يبقى تحت منها ايه يا كيجي؟ كثرة. شاطرين شاطرين، برافو عليكم. آخر صورة معانا، ورود. و و أنا بضم بقي، يبقى عليها ايه؟ ضمة. برافو عليكم، شاطرين يا كيجي. ودلوقتي يا كيجي هناخد مع بعض تمارين على حرف الواو. مديني واو فتحة، واو كسرة، واو ضمة، ومديني مجموعة صور، عايزيننا نعمل ايه؟ نحل. واو فتحة اوصلها بايه يا كيجي؟ برافو عليك. واو فتحة، وجه. وجه ليه؟ عشان الواو بتاعت كلمة وجه فوقيها فتحة. برافو. تاني حاجة واو كسرة، يا ترى هوصل الواو الكسرة بايه؟ وسادة ولا وجوه؟ وي. برافو وسادة، شاطرين يا كيجي. آخر واو معايا عليها ضمة، هوصلها بإيه؟ كلمة وجوه. ليه؟ عشان أنا بضم بقي عند كلمة وجوه. برافو عليك يا كيجي. وبكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا مني يا كيجي. أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله، مع السلامة.